القضية المرتبطة بمشاورات. أولا السيد رئيس الحكومة قام بالاتصال بكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية من أجل تقديم المقترحات. المشاورات تتم في إطار أحزاب الأغلبية الحالية. هذا السيد رئيس الحكومة ينتظر المقترحات حتى يعمل على مدارسة. تم سبق أن أعلن عن ذلك السيد رئيس الحكومة. تم الاتصال مع كل من حزبي التقدم والشراكية وحزب الحركة الشعبية من أجل تقديم مقترحات لتعويض الوزراء. السيد رئيس الحكومة مازال ينتظر هذه المقترحات، وهو راغب ويعمل على أن المشاورات تتم في إطار أحزاب الأغلبية الحالية.